أول مرة تكون التوأمة في إطار الريديوكاسيون فونكسيونال التأهيل الطبي، أول مرة في المنطقة هذه. هذه المرة بعنوان الشلل عند الأطفال وعند الكبار والتشنج العضلي المزمن للسباستيسيتي. البارح كان مبرمج للأطفال، يعني الشلل عند الأطفال، وكان يوم ناجح يعني بشهادة الجميع بالأطباء بالمرضى الحمد لله. يعني فوتنا عدد أكثر من المتوقع. نعمل مستشفى جامعي مصطفى باشا باش نقوموا بهذه التوأمة دونك مع صحاب لوبيتال تاع توغو باش نكون اون شارج باراليزي سيريبرال. وحنايا سورتو هنايا جينا باش بروندغ اون شارج بور تخيتي لا سباستيسيتي. حنايا اون سيت بوسيبيليتي دانجيكتي دو لا توكسين، دونك واحد الدواء يعني مختص باش نحيو هذاك الزياد بور لي مالاد. دونك جينا على هذاك الشيء بور بروندغ اون شارج سي باتولوجي.